بسم الله. منين ما نحطك؟ منين حيت كلشي زوين. بسم الله. ما نقولش لكم هاد المره واعره، غادي نقول لكم الله يعطيني الصحه. سلام سلام زوينات، شخباركم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. دخول المدرسة ما بقى ليه والو، شهوات الوليدات الصغار قربوا ياك. ايوا اليوم بغيت نقترح عليكم واحد الكيك ديال الحامض، ولكن راه كيجي لذيذ 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 بمعنى الكلمة. كيكة بمكونات ماشي بسيطة، بمكونات جد بسيطة. ما تخرجوش عند مول الحانوت، ما غتمشيوش الأسواق التجارية الكبرى. داكشي اللي عندك في الثلاجة غادي تجبديه وغتخدمي به الكيكة، وغتحطي ولا ألد كيكة، وغديكوريها وغتحطيها لضيافك ولا تحطيها لوليداتك، كأنك ديك الكيكة ما عرفت باش صوبتيها. كيكة ديال الحامض كتجي روعة، كتجي ضخمة، كتجي لذيذة وغزالة، ولكن الاهم في هادشي كامل هو انها كتجي مفشفشه. بلا ما نطول عليكم، دوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج 6 ديال البيضات، عندي تقريبا واحد 3 ديال الحامضات اللي خديت القشور ديالهم. غنحتاج 2 كيسان ونص ديال الدقيق يكون من نوعيه جيده. غنحتاج 2 خمارات تقريصه ديال الملحه، الخميره من وزن 7 غرام. وغادي نحتاج 2 كيسان ديال سنيده وكاس ديال الزيت، وغادي نحتاج كأس إلا ربع من عصير الحامض. أول حاجة غادي نبدأ بها هو غادي نفرق البيض، غنفرق البيض على الصفر. بسم الله. بالنسبة للبيض أنا عندي 6 ديال البيضات، كنفرقو الصفر على البيض. بالنسبه للبيض البيض غادي نزيد فيه واحد القريصه ديال الملحه. وبالنسبه للسنيده في هذا الكيك غادي نخدم بجوج كيسان ديال السنيده. البيض البيض غادي نطلعو بكاس ديال السنيده، والصفار البيض حتى هو غادي نطلعو بكاس ديال السنيده. يعني في المجموع عندي جوج كيسان ديال السنيده بعبار ديال كاس العنبه. دابا غادي نبدا نطلع في المغانك ديالي، غادي نطلعها حتى كتوقف مزيان وكدير ليا هذاك لو بيك دوازو اولا منقار العصفور كيف ما كنقولوا. صافي، المغانك ديالنا هي وجدات، كنخدموها مزيان حتى كتولي عندنا متماسكه واقفه وشاده في راسها على هذا الشكل. هذا السر من الاسرار باش ينجح لنا الكيك ديالنا هو هاد الموغانغ تخدم مزيان. بالنسبه لهاد هذا ديال الباتور ما غاديش نغسلو، غادي نخليه باش غادي نخدم به في الجهه اخرى، ماشي مشكل. صافي، البيض البيض ها هو طلعنا، غادي نخليوه على جنب وغادي ندوزو باش نخدمو صفار البيض. غادي ندير قشور ديال الليمون، هنا عندي 3 ديال الحامضات حكيتهم مخلط ما بين الصفر والخضر. غادي ندير كاس ديال سنيده، وغادي نفرغو فوق صفار البيض ونخدم كلشي. صافي، هنا عندي الصفار ديال البيض كنخدمو مزيان حتى كيولي عندي كريمي على هذا الشكل. هذا دابا غادي نضيف ليه كاس الا ربع ديال الحامض، وغادي نضيف ليه كاس ديال الزيت، وغادي نخدم هاد المكونات مع بعضياتها حتى كتندمج ليا. صافي، مع الخليط ديالي ها وجد. بالنسبه للدقيق انا عندي هنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق اللي عبرتهم كاس العنبه بحال هذا الشكل. هذا 2 كيسان ونص، غادي نضيف عليهم 2 خمارات من وزن 7 غرام. صافي، دابا غادي نبدا نغربل في المكونات ديالي مباشره فوق الخليط.
الخليط عندنا كيولي ثقيل شي شويه على هذا الشكل، ما تخافوش لان مازال غادي نضيفوا عليه بيض ديال البيض وغادي يترخف. وهنا غادي نبدا نضيف البياض ديال البيض شويه بشويه، وانا كنخلط من التحت للفوق. انا ملي كنبغي ندير البياض ديال البيض كنفضل انني نخدم بالفوي، كتجيني العمليه سهله احسن من السباتول. وكنخدم من التحت للفوق، نضرب واحد جوج ضربات هكا، نعاود نهبط من التحت للفوق، نضرب واحد جوج ضربات، شتو معايا الخليط ها هو بدا كيطلق راسو، بدا كيترخف. صافي الخليط الكيك ديالنا ها هو واجد. شتيو هاد العمليه ديال ملي كنخدموها بالفوي كتجيني احسن من سباتول. سباتول كانت كتعذبني. هادي دغيا شوفوا معايا القوام كيجي على هاد الشكل هذا. دابا الخليط ديالنا من بعد ما كملتو غادي نفرغو في هاد المول هذا. انا اختاريت هاد المول عادي جدا، هاد المول عندي معاه ذكريات. هذا اول مول ديال الكيك شريت في حياتي ملي تزوجت، دابا ليه 15 عام، هذا عنده 15 عام، خاصني نحطو في شي متحف. شريته ب 300 درهم من درب عمر لاغلى على مسكين، وكيطلع الكيك من داك الشيء الرفيع. بسم الله. ودائما الكيك ملي نكونو كنكبوه في المول نحاولو نطلعو يدينا الفوق، كل ما دخلنا الهواء الكيك كل ما كيجينا مهوي وزوين. وفي الاخر كناخذ واحد قطيب ديال العود ولا كناخذ موس وكندير هاد العمليه هادي. صافي وغادي ندخلو يطيب في الفران بارد. هانتوما شوفوا معايا الفران بارد ما شاعلش، انا كنحاول نشرح مزيان باش ما يجيونيش اسئله. فران ما فيه حتى حاجه، بارد. غادي نحط الكيكه ديالي، نحطها هكا في الوسط، نسد الفران، غادي ندور غير لتحت. شتيو ها هي غير لتحت فقط 180 درجه. الكلاصاج اللي غادي نديكوري به الكيك ديالي، عندي 150 غرام ديال السكر كلاصي وعندي شي شويه ديال العصير الحامض. بالنسبه للحامض ما غاديش نضيفو دقه واحده، غادي نضيف شويه بشويه حتى نحصل على داك القوام اللي انا بغيت. الكلاصاج ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيكون ما هو ثقيل ما هو جاري. وغادي نخليه هكا على جنب على ما يبرد ليا الكيك، وداك الساعه ندوزو باش نديرو ليه لا ديكوراسيون باش نشوفو الشكل النهائي ديالو.
ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال كيكه بالحامض اللي شاركت معكم اليوم، كتجي لذيذه وروعه. وشنو نقول لكم، كيكه مخدومه بمكونات جد بسيطه. انا شنو درت، لعبت لها شي شويه على لا ديكوراسيون باش رجعتها كيكه هماويه. هي صراحه هي اللذه ديالها راه هماويه. فاش كنكون غير انا وليداتي في الدار ما كنحتاجش انني ندير لها الزوق كامل، كنخليها غير هي بحال هكاك راها روعه. والنهار اللي كيكونوا جايين عندي الضياف وكنبغي نحط شي حاجه اللي حنا كنعرفوا باللي العين كتاكل، العين كناكلو بالعين، العين كتاكل كناكلو العين كتاكل هي الاولى، فوالا هذا هو المصطلح الصحيح، العين كتاكل هي الاولى. فكندير شي شويه ديال لا ديكو وصافي، كتكون النتيجه بحال هكا. درت الكلاصاج اللي شفتو معايا ديال السكر كلاصي والحامض، درت دي ترانش ديال السيترون وريقه ديال النعناع، ودرت زاز ديال السيترون حتى هو حكيتو درتو من الفوق. هانتوما كتجي زوينه زوينه. و غادي نقطع لكم واحد طريف كيف ما تعودتوا مني دائما، كنبغي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. عرفتي راه كتجي مسفنجه زوينه هاد الكيكه، انا كنحمق عليها. يا بسم الله، اوبا 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 اوبا. شوفوا معايا، شوفوا معايا، شوفوا معايا كيفاش كتجي، شوفوا شحال تجي واعره. شوفوا كتجي فن 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 فن، كتجي فن رائعه. شوفوا معايا الرطوبيه اللي فيها، شوفوا الرطوبيه اللي فيها. هاد الكيكه راه كتبقى عندكم 3 ايام 4 ايام في الكوزينه، غير في الكوزينه بلا ثلاجه بلا حتى شي حاجه، راه ما كتبرد ما كتنشف ما حتى شي حاجه. ديروا لها غير لو فيلم اليمونتير وخليوها في شي قنيته، مره مره قطعوا داك الطريف وتمتعوا به مع شي كويس تاع القهوه ولا شي كويس ديال العصير، وترحموا ليا الوالدين. كنتمنى هذه الحلقه اللي شاركت معكم اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ولكن بيان سور ضروري ما خصني نعد. بسم الله، منين نعطقت منين حيت كلشي زوين. بسم الله، ما نقولش لكم هاد المره واعره، غادي نقول لكم الله يعطيني الصحه.